كمان كابتن عفت نصار أخدت الأمور معاه منحنى، في رأيي صعب جدا السكوت عليه إعلاميا لأنه بيثير فتن، بيمثل خطورة، وبيهدد فكرة حقائق تاريخية، وكمان مش مفهوم إزاي كلام مرسل يتقال بالشكل ده وبدون أي توضيح. نطلع للفيديو ده اللي فيه كلام خطير جدا عن اختيارات الحكام ونرجع نعقب عليه. رأيك في التحكيم المصري، هذا تصفية حسابات مع مستشار مرتضى منصور، ولا التحكيم من زمان منحاز للنادي الأهلي ده عمر قاسم؟ من زمان قوي. طبعا احكي لكم موضوع كده، اتنين صحابي، انا مش عايز يعني اقولها، يعني انا قلتها قبل كده بطريقه، بس اقولها بطريقه تانية عشان تفهم. يعني اتنين صحابي صغارين في السن كلموني ان هم يروحوا نفسهم يبقوا حكام، فراحوا قابلوا حد في لجنه التحكيم، في الحكام، يعني لجنه الحكام، عشان يدوم المواعيد. فاللي قاعد ساله قال له انت زملكاوي ولا اهلاوي؟ قال له زملكاوي. قال له طب تليفونك هنتصل بيك. اللي بعديه دخل بدقيقتين قال له انت زملكاوي ولا اهلاوي؟ قال له اهلاوي. قال له المعادي وكذا. والله العظيم الكلام ده حقيقي، مش نكته، لا ده حقيقه، والله العظيم والله العظيم حقيقه. ويسال فيها كابتن وجيه احمد، هو اللي كان بيقول الكلام ده، يعني انا بكلمك كلام حقيقه. وبعدين ده ابني، ابني اللي جراح، هو وصاحبه، ابنك ابن، ابن انا اه. فلا الامور محتاجه كتير قوي. مره اتنين صحابي، واحد فيهم والتاني اعتقد دي نكته، بس صدقني نكتة بايخة جدا ان يبقى في كلام مرسل بالشكل ده، وان حضرتك لو ابنك كان هيبقى حكم بالعقلية بتاعت ان انا اقول معلومات بالشكل المرسل ده وفيها العداء والكراهية دي، او ان انت بتثير التفرقة بين الاندية ده، فايا كان لو الواقعة صحيحة حسنا فعلت لجنة الحكام، لان بالمنطق ده صدقني كان هيشوب كل حاجة بيعملها عوار. ولكن عشان نشوف إطار الكلام ده مرسل ولا حقيقي، استغربنا يا كابتن عفت لما وقفنا عند مسيرة حافلة من الادعاءات والكلام المرسل والكلام اللي مليء بأكاذيب. صدقني لما نستعرض الفقرة دي هتحس إنك زعلان من نفسك قوي. لا هو كمان الفكره كمان ان انت ممكن تحكي واقعه بشكل وترجع تحكيها بشكل تاني خالص، وده بيدل ان مفيش مصداقيه في الكلام. لكن هي الفكره السؤال الموجه وكلمه يا التحكيم من زمان، من زمان كده من ايام الكابتن حسين امام عم الكابتن حماده امام، ولا من زمان في ستينيات الكابتن صبحي نصير اخو نبيل نصير، ولا من زمان ايه بالظبط الحكم احمد بلال في الثمانينات، ولا الحكم حسين فهمي اللي لغى هدف واضح اهدى دوري 78 للزمالك؟ اي زمان يا كابتن؟ ولا انتم مش واقفين غير عن جول حسن شحاته الملغي اللي لغاه حكم زملكاوي وهو والد الكابتن ياسر عبد الرؤوف؟ موضوع صعب جدا فكره ان احنا نقعد نتناول التحكيم في كل كلمه وكان شماعه بنعلق عليها. لكن الاهم هناخد بطوله من اللي شارك فيها الكابتن عفت نصار وكان له وقعه حابب يحكيها، نسمع حكايته للواقعه دي ونرجع نعقب. عايز ارجع لفريق الاحلام برضو، مصمم انت تاخدني بعيد عن فريق الاحلام. جينا نزلنا المباراه، بس سيبنا بقى من الشماعه التحكيميه، انا مش عايز اقول الشماعه التحكيميه، الظلم التحكيمي. لا والله ما نخش في الفنيات، على موقف بس صغير. طب اتفضل يا كابتن. كابتن ادري عبد العظيم، في كوره انا كنت رايح للجون، وابراهيم حسن دخل فيها من ورا كده، فالجزمه بتاعتي اتقلعت، فراح مديني انذار سيميليشن. فانا اتنرفزت وبقول له دي كوره، ده بينالتي وجون وبتاع. فقال لي بس يلا اطردك. قال لك بس يلا اطردك بالحرف كده؟ اه والله العظيم. فانا تلفظت لفظ غريب جدا، فهو تلفظ عليا نفس الالفاظ، فقلت له والله العظيم انا ممكن اضربك بالبتاعه دي ويبقى اسمك الحكم ابو البتاعه دي. فقال لي طب هطردك. قلت له طب وريني. ما تقدرش، اصل انت راجل كذا 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 كذا. ده في جدال بقى، في خناقه بين لاعب وحكم، بيتم اتهامه الحكام ان هي بتجامل النادي الاهلي. هو واضح ان الكابتن عفت نصار لا سمع كابتن فاروق جعفر في ازاي بياخد ركله جزاء وانه ما خدش ولا ركله جزاء صحيحه، ولا سمع الحكم اللي قال لكابتن رضا ابو علي وهو في الزمالك اقع جوه ال 18 واحسب لك ركله جزاء. كمان كابتن عفت نصار جاي بيقول ان في سب متبادل بينه وبين الحكم، وبيدعي ان فكره ان الحكم عشان عارف ان هو غلطان ما رضاش يطردني. لا هو كان المفروض الحكم يطردك حتى لو غلطان. هو احمد قال كمان كلام نركز فيه، قال الجزمة اتقلعت مني وأنا رايح الانفراد، والحكم تلفظت عليه وتلفظ عليا. طيب دي الواقعة اللي حكاها. نروح نشوف فيديو كابتن عفت نصار، هو والله ونفس الواقعة، ونفس الواقعة والله، وهو بيحكي الواقعة دي
في قناة النيل للرياضة ونرجع عشان عندنا تعقيب مهم جدا. بحكي لهم على الموضوع بتاع كابتن أدري عبد العظيم، لما احنا نزلنا الزمالك معترض ان أدري يحكم للزمالك خلاص ومش هيحكم، والاهلي كان معترض على محمد حافظ، واتحاد الكرة اصدر قرار الاثنين دولت مش هيحكموا الفريقين نهاية الموسم، وجينا نزلنا الاستاد احنا سخنا والاهلي بيسخن وجمال غندور بيسخن في الملعب، جينا وقفنا في السلام الجمهوري جمال غندور دخل وخرج أدري من اوضه اللبس ووقف قدامنا وهو اللي هيحكم المباراه بالعافيه. اني عداله؟ انا كلاعب نادي الزمالك في الوقت ده احس بايه؟ احس النادي بتاعي ضعيف؟ احس ان انا مهما هعمل يعني والله العظيم والله العظيم والله العظيم ان في الدقيقه 17 او الدقيقه 19 في كره كنت رايح اجيب جون واتشلت من ورا كده وخدت كارت ستيميليشن، والله العظيم أدري عبد العظيم قال لي والله العظيم هتتغلبوا لو عملتوا اللي النهارده، عشان كده سحبتوا من المباراه في المباراه دي تقريبا. ايوه بقول والله العظيم والله العظيم والله العظيم، وقلت الكلام ده في التحقيق بتاع اتحاد الكوره ولا حاجه. وبعدها باسبوع أدري عبد العظيم كان هو اللي ماسك قناه النادي الاهلي البرامج الرياضيه في النادي الاهلي، عادي مكافاه عاديه وعلى الملأ مفيش مشكله، لان الزمالك فقد الناحيه الاعلاميه بتاعته اللي انا بطالب بيها المستشار مرتضى منصور بقول له عليها، لازم عندك ناحيه اعلاميه. الاعلام هو النجاح. انت بتحكي بتتكلم على انهي سنه؟ الفريق احلام. طب ده ما كانتش قناه الاهلي كانتش موجوده؟ لا كانت موجوده قناه الاهلي في الوقت دوت. لا ما كانتش موجوده. لا كانت موجوده ومسك أدري بعدها، مسك أدري بعدها مش ممكن، مسك أدري بعدها مدير البرامج الرياضيه في النادي الاهلي. في النادي الاهلي برامج الرياضيه في النادي الاهلي ازاي؟ في قناه النادي الاهلي. ما كانش فيه قناه النادي الاهلي ساعتها؟ لا كان فيه. طيب انا ماليش علاقه بقى هو مسك ولا ما مسكش او فيه او مش فيه عشان ما نقعدش نختلف فيها، لكن هي الفكره ان عليك العهده. العهده بعدها بعدها العهده على حضرتك في انك قلت ان هو قال لك كده. أيوة قال لك كده في الملعب الراجل بتقول مسك الكلام. مسك بعدها مسك بعدها مسك بعدها مش في نفس السنه، مسك بعدها البرامج الرياضيه زي لا كان فيه. ايش عرفك انت؟ كان في سنه 96 قناه النادي الاهلي 97 موسم 96 97 اللي بنتكلم في قناه النادي الاهلي في 2008 كابتن أدري عبد العظيم كان ماسك في قناه النادي الاهلي بعدها قبل انشاء قناه النادي الاهلي في كتير. دي حاجه بتعكس ليكم خلفيه عدم صدق الراوي في روايته. ولكن نيجي لحاجه كمان، هو حكى الواقع اصلا بشكل مختلف تماما، يعني الواقع اللي كان فيها الجزمه اتقلعت بقت احداث تانية، وانا قلت له وشتمته وقلت له لو تقدر الواقع اتحكت بروايه مختلفه تماما. الحاجه الثالثه يا كابتن عفت وحضرتك، كيف تخرج على الاعلام وفي سيبك بقى من اهلي وزمالك، في نشء صغير بيتفرج عليك والمفروض انت بتقدم رساله، فكرة استخدام القسم في فيديوهاتك الثلاثة اللي عرضناهم ورا بعض في روايات مختلفة ووقائع مختلفة، حضرتك بتوصل رسالة للناس ايه؟ مش معقول احكي حاجات كلها بتثير فتن وكلها اكاذيب، حضرتك بتطرح نفسك اعلاميا ليه بالشكل ده؟ لو انت بتستهدف النادي الاهلي سهل جدا نجيب فيديوهاتك ونحرجك بالشكل ده ونقول لك كلامك مش حقيقي، ولكن صدقني حضرتك احترامك لنفسك واحترامك لحتى ابنك اللي حضرتك كنت شايف ان هو يصلح يكون حكم اكيد لازم ترسخ جواه مفاهيم مختلفة تماما، مش ترسخ جواه مفاهيم تخص الاضطهاد والمؤامرات والتوجه اللي حضرتك في كل مرة بتتكلم عليه. يا كابتن عفت حضرتك محتاج تقف وقفة مع نفسك، لأن في كل مرة حضرتك بتتكلم بترد على نفسك إن كلامك فيه كتير جدا من الكلام المرسل، واللي آسف أقول لك إنه غير صادق، مش عارف أستخدم لفظ تاني للأسف، لأن غير صحيح. خلينا في غير صحيح. غير صحيح أو غير صادق، ولكن نتمنى تراجع نفسك لأن حتى الشهود بتوع الروايه يا احمد لهم وقائع مختلفه خالص عنك. اكيد، بس انا ما اندهشش ان كابتن عفت نصار قال ان الكابتن أدري عبد العظيم في سنه 97 تم تعيينه في قناه النادي الاهلي، لان الكابتن طارق يحيى قبل كده قال في 86 بعد ما خدنا دوري ابطال افريقيا صعدنا لبطوله كاس العالم للانديه كاول فريق مصري يصعد لبطوله كأس العالم للانديه، فالتصريحات دي خدنا عليها ما بقيناش نندهش لما نسمعها. لكن عشان نقفل بقى موضوع الدوري ده وفكره الكابتن أدري عبد العظيم، تعالوا نشوفوا الكابتن أدري عبد العظيم نفسه في شهاده تاريخيه مع لاعب كان احد نجوم نادي الزمالك في وقت الجيل الذهبي او جيل الاحلام. واول قرار خدته في المباراه كان لصالح الزمالك. كان عفت نصار هو اللي انا حسبت له الخطا لصالحه، وفوجئت ان هو جاي بيعترض عليا. طب بتعترض عليا ولا بفاول لك؟ لقيت فوجئت بقى ان القرار جالهم، ابتدى الزمالك ينسحب، وصفرت نهايه المباراه وخلصت.
ما بعد المباراه ديت كنت انا كنت محترف في لبنان، وسافرت بعد المباراه اكمل السنه الاخيره ليا هناك في لبنان. كان معايا بقى هناك في لبنان الكابتن اشرف قاسم، هو كان بيلعب في الزمالك في الماتش ده. جه اشرف قاسم وانا كنت موجود عنده وكنا بنزوره، فاشرف قاسم بيقول لي يا كابتن دي احلى مباراه انت عملتها. قلت له انا عايز اسالك سؤال يا كابتن. لا مش كده، انت انسحبته ليه؟ يعني الكره، قال لي الكره جول ما فيهاش حاجه. قال لي احنا انسحبنا زي ما حضرتك عارف ان التعادل كان لصالحنا. جه الجول الثاني قضى على الامل، ففوجئنا ان الجماهير بترمي ازايز الميه البلاستيك على دكه البدلاء. دكه البدلاء هربت من ازايز الميه ودخلت الملعب. احنا في الملعب افتكرنا ان البدلاء جايين يعترضوا، فاعترضنا فباظ كرسي في الكلوب، باظ المباراه. اعتقد شهاده واضحه جدا لحكم المباراه نفسه. وبالمناسبه لان بعض الناس بتقول او بعض لاعبي نادي الزمالك بتقول ان الزمالك كان معترض على قادر عبد العظيم، ووجود قادر عبد العظيم يعني اربك حساباتنا. الدور الاول كان النادي الاهلي معترض على الحكم الدولي الكابتن جمال الغندور، ومع ذلك تم تعيين الكابتن جمال الغندور حكم المباراه الدور الاول اللي انتهت 0-0. اعتقد الكابتن قادر عبد العظيم مش هو ابدا اللي خلى نادي الزمالك يخسر نقاط كتيره جدا عشان يوصل للمباراه دي بعد ما كان قاب قوسين او ادنى من الدوري ويوصل للمباراه حاسمه. اعتقد موقف الزمالك كان بدا في التراجع في الدور الثاني، والفوز على المنصوره الشهير في المنصوره 3-0 اللي السلام الجمهوري او الفرقه النشيد الجمهوري اللي بتعزف الحرس الجمهوري دي نزلت عزفت سلام الشهيد، والمباراه شغاله. وطبعا عارفين كواليس وابعاد المباراه، نادي المنصوره اللي كان عامل نتيجه ايجابيه في القاهره اتغلب في المنصوره 3-0، ومع ذلك لاعب النادي الاهلي قدام نادي الزمالك، وباعتراف اللاعيبه بتاعه نادي الزمالك ومنهم اشرف قاسم ان الحكم ادار المباراه بكفاءه ولهدف صحيح. واذا كان الكابتن قادر عبد العظيم بيقول حكايه عن كابتن اشرف قاسم السليمه، عندنا لاعب اخر، عندنا لاعب من حضور الواقعه اللي انتهت بانسحاب نادي الزمالك بعد الهدف في الدقيقه 89 لكابتن حسام حسن. ولكن زي ما احمد قال لكم سهل جدا ان انت تروح تدور على لحظه تحطها شماعه عشان تعيش في نظريه المؤامره طول عمرك. الدور الاول في الدوري ده انتهى بفارق 6 نقاط كامله لنادي الزمالك، الدور الثاني انتهى الدوري 70 نقطة للنادي الأهلي 66 للزمالك بفارق 4 نقاط. آخر 10 جولات يا أحمد نادي الزمالك حقق 18 نقطة من 30 نقطة، خسر 12 نقطة، ونادي الأهلي حقق 28 نقطة من 30 نقطة، 9 فوز وتعادل. إذن اللي هيبص على الصورة من بعيد هيبقى متأكد أن القصة كانت أبعد من فكرة فريق اتجامل في مباراة، الفكرة فريق فقد ثقته في نفسه وعرف ان هو فرط في الدوري وما قدرش يصمد قدام ضغط النادي الاهلي عليه، اللي لو مرينا على مدار التاريخ اقربها الموسم اللي فات هتتأكد ان ده السبب. ولكن ظروف الانسحاب اللي احنا حكيناها لكم يؤكدها لاعب كان موجود في الجيل ده وكان حاضر، وهو كابتن نبيل محمود، وهو بيحكي الكابتن مدحت شلبي ملابسات الانسحاب. نطلع نسمع الفيديو ونرجع نعقب. فبامانه كان خروجنا من المباراه يعني خلاص، هو كان النادي الاهلي كان يكفي التعادل ناخد الدوري في المباراه دي. نعم. وطبعا النتيجه كانت 1-0، والهدف ده اعتقد كان في الدقيقه يعني 42 43 تقريبا، يعني المباراه كانت انتهت والدوري كان انتهى. فاحنا يعني كده بالبلدي كده قلنا ايه، نضلمها بقى علينا وعلى النادي الاهلي وعلى كله ونعمل الواقعه دي بامانه يعني. لكن هي الكوره ما كانتش اوف سايد خالص بقى. لا طبعا ما كانتش اوف سايد، الكوره ما كانتش اوف سايد، اعتقد ده الكابتن نبيل محمود. عشان لو حد قال هو ايه ضمننا ان اشرف قاسم قال الكلام ده، الكابتن قادر عبد العظيم، الكابتن نبيل محمود بنفسه هو اللي كان مغطي منطقه التسلل. اعتقد يا كابتن عفت نصار ردينا عليك في كل شيء، وردينا فيما يخص قضايا النادي الاهلي والدوري اللي اتحسم بفضل جهد لاعبي النادي الاهلي واصرارهم على الفوز خلال الدور الثاني زي ما استعرض فارس. اعتقد قضيه اخرى تم قفلها.